والتطرق أكثر إلى البيئة الاقتصادية العالمية والتحديات الراهنة التي تفرضها على دول العالم أجمع، يشرفنا في هذا الإطار أن نستمع لكلمة مسجلة للدكتور محمد العريان الخبير الاقتصادي المصري العالمي. It is such a pleasure to be with you today. Most of the focus of this conference is going to be on the outlook for Egypt, the opportunities, the risks, and the possibility of unleashing Egypt's considerable potential. I've been asked to focus elsewhere. I've been asked to focus not on Egypt, but on the environment in which Egypt operates. Think of a house and the neighborhood. Most of the conference will focus on the house. I will focus on the neighborhood. And as we all know, neighborhoods matter for the house. Good neighborhoods can enhance the value of the house and make things much easier. Challenged neighborhoods can challenge the house. Our inconvenient reality today is that we live in a challenged neighborhood, and that is the global economy and the global financial system. Those challenges come from the developed world, from the advanced countries, and from the G7 economies in particular. And the greater the instability in the advanced countries, the more fragility in the global economy. اجعل الأمر أكثر تعقيدا بالنسبة للدول الأخرى، واسمحوا لي أن أذكر مثالا حديثا فقط لأسلط الضوء على الوضع المتقلب الذي نعيش فيه، ويتعلق هذا المثال بالاقتصادات المتقدمة وخاصة باقتصاد مجموعة السبع، أي نخبة الاقتصادات المتقدمة. كم مرة حدث أي مما يلي في اقتصاد مجموعة السبع؟ أولا انهيار فوضوي في العملة، ثانيا زيادة غير منضبطة في العائدات، ثالثا انتقاد علني من صندوق النقد الدولي، رابعا تحذيرات وكالات التصنيف، وخامسا تدخلات طارئة من البنوك المركزية، سادسا سياسات حكومية متعددة معاكسة انتهت باستقالة رؤساء الوزراء. هذه الأشياء الستة حدثت بالفعل في اقتصاد مجموعة السبع خلال الأسابيع الخمسة الماضية، وهي توضح عدم الاستقرار الكامن وغير المتصور والذي تأسس في الدول المتقدمة. وتعد المملكة المتحدة مثالا واضحا جدا، فكان سبب عدم الاستقرار بها هو أخطاء في السياسات المالية، مثل محاولة خفض الضرائب بدون وجوه تدابير تعويضية للإيرادات. ولكن توجد أسباب متعددة كذلك لعدم الاستقرار في جميع الاقتصادات. في الولايات المتحدة يحاول البنك الفيدرالي، والذي يعد أقوى البنوك المركزية حول العالم، خفض جماح التضخم، إلا أنه وقع في خطأ تصنيف التضخم بوصفه تضخما مؤقتا، وبالتالي تأخر ويعمل حاليا على رفع سعر الفائدة بمعدلات تعد الأسرع في التاريخ. يعتقد البعض أن ذلك سيتسبب في وصول الاقتصاد الأمريكي إلى الكساد، كما يساور القلق بعضنا أيضا حيال تقويض ذلك الأمر لأداء الأسواق المالية حول العالم. كذلك يعاني بنك اليابان من مشكلات في عالم تسوده أسعار فائدة مرتفعة، وينطبق الأمر ذاته على البنك المركزي الأوروبي. إن البيت القصيد هو أننا نعاصر اقتصادا عالميا يكتنفه حاليا حالة من عدم اليقين. إنه ليس غموضا فحسب، بل إنه عدم يقين. فما السبب وراء ذلك؟ لماذا تفاقم عدم استقرار الحي المحيط بالمنزل؟ أصبح هشا. من المؤكد أن لذلك العديد من الأسباب، وأعرض فيما يلي ثلاثة من أبرزها. يتعلق السبب الأول بالقدرة على النمو، حيث فقدت العديد من الدول قدرتها على النمو بسبب الخصائص المتغيرة للاقتصاد العالمي.
فقد انتقلنا من اقتصاد عالمي يفتقر إلى معدلات كافية من الطلب إلى اقتصاد عالمي يفتقر إلى معدلات كافية من العرض، حيث يشهد العالم اضطرابات في معدلات العرض. لذا يواجه النمو الاقتصادي تأثيرات معاكسة جديدة، كما تغيرت العولمة هي الأخرى بسبب التطورات الجيوسياسية ورغبة الشركات في تفضيل المرونة على الكفاءة، مما أدى إلى نوع جديد من العولمة. ويفسر ذلك التباطؤ الاقتصادي المتزامن للمناطق الثلاث الرئيسية وفي العالم، وهي الصين وأوروبا والولايات المتحدة، وكلها تتباطأ في نفس الوقت. وبالتالي فإن محركات النمو الثلاثة للاقتصاد العالمي تتباطأ، ولهذا فإن صندوق النقد الدولي يجب عليه إعادة النظر في توقعاته أوائل الشهر الجاري، وحذرنا من أن الأسوأ لم يأتي بعد. لذا فإن عجز النمو في الاقتصاد العالمي هو القضية الأولى التي نواجهها الآن، والقضية الثانية هي التضخم، التضخم المرتفع والمستمر. وقد تحول ذلك التضخم من كونه نتيجة لصدمة الطاقة الناتجة عن الأزمة الروسية الأوكرانية وصدمة الغذاء الناتجة أيضا عن تلك الأزمة إلى شيء أوسع نطاقا. يقيس الاقتصاديون محركات التضخم بما يسمى التضخم الأساسي. يستبعد التضخم الأساسي التقلبات التي تشهدها أسعار بعض السلع صعودا وهبوطا. بالنسبة إلى الولايات المتحدة وأوروبا واليابان، التضخم الأساسي لا يزال يرتفع. إذن لدينا مشكلة تضخم، والتي تجبر البنوك المركزية على خيارات صعبة للغاية. هل التضخم بصرامة وتخاطر بسحق الاقتصاد وتسبب في عدم استقرار، أم تتخذ إجراءات ناعمة تجاه التضخم المنخفض؟ التضخم لذلك المزيج من النمو المنخفض والتضخم المرتفع. اختارت البنوك المركزية والاحتياطية الفيدرالية على وجه الخصوص اتخاذ موقف صارم ضد التضخم، مما أسفر عن ارتفاع حاد في قيمة الدولار بنسبة تزيد على 20% مقابل العملات العالمية الأخرى في هذا العام. وهذا بالطبع يعني المزيد من حدة التضخم المستورد للبلدان الأخرى، ويعني أيضا المزيد من الضغط على العملات الأجنبية ومزيد من الضغط على احتياطها. ماذا عن السبب الثالث؟ السبب الثالث يتعلق بالأسواق المالية. فلنفكر في الأمر بالطريقة التالية: لقد تكيف النظام مع بيئته، وتميزت تلك البيئة لأكثر من عقد بمعدلات فائدة منخفضة للغاية، صفر في الولايات المتحدة وسلبية في أوروبا، وضخ هائل السيولة من قبل البنوك المركزية. في عالم كهذا تحمل النظام المالي الكثير من الديون، واكتسب المزيد من المديونيات، لأنه افترض أن هذا النظام سيستمر لفترة طويلة. ومع ذلك فإن التضخم قد غير كل ذلك، ونتيجة لذلك يتعين على النظام المالي نفسه التكيف مع الواقع المتغير. وكما قلت، إنها حقيقة تتغير بسرعة كبيرة، وتتمثل في رفع أسعار الفائدة، والذي يعد الأعلى من قبل الاحتياطي الفيدرالي منذ عدة عقود. مع ذلك تأتي ضغوط السيولة في كبرى الأسواق العالمية في العالم، وتأتي أيضا ردود فعل السوق الهائلة على أي تقلبات كما رأينا في المملكة المتحدة. ومع ذلك تأتي مخاطر وقوع أزمة مالية. هذه بيئة صعبة للغاية بالنسبة للغالبية العظمى من دول العالم. الحي المحيط يتحدى المنزل. إنها البيئة، إنها الواقع الذي يتطلب مرونة كبيرة وعناية كبيرة، استجابة نشطة في التعامل مع تلك الأمور التي لا يمكن تصورها. هذه السمات الثلاث، وهي العناية والمرونة والاستجابة النشطة، هي السمات التي يجب وضعها في الاعتبار أثناء انتقالنا من الحي المحيط إلى المنزل. الاقتصاد المصري وآثاره.
لقد بدأت بصورة منزل وحي محيط به. دعوني أختتم بصورة أخرى، وهي صورة لرحلة وعرة للغاية وصولا إلى وجهة أفضل. تكمن وعورة هذه الرحلة في الصدمات التي يتعرض لها الاقتصاد العالمي والتمويل العالمي. إنها رحلة وعرة بطبيعتها، ولكنها إلى وجهة أفضل. هذه الوجهة تتميز بنمو أكثر شمولا واستدامة من حيث المناخ والبيئة. سوف تتميز بنظام مالي أكثر استقرارا، وليس التمويل المصطنع للبنوك المركزية في الدول المتقدمة، بل الاستقرار المالي الحقيقي. ونأمل أن يتسم العالم بتنسيق أفضل السياسات المالية لمعالجة المشكلات المشتركة. أشكركم على استماعكم، وأتمنى لكم مناقشة مثمرة في هذا المؤتمر. شكراً.